السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. بإذن الله هنتكلم في الفيديو ده عن التوتوريال البايك ميستري. المفروض في الفيديو ده هنتكلم عن المواضيع الاربعة اللي قدامنا دول. الموضوع الاولاني هنتكلم على المكونات الاساسية لللنج سيرفكتنت. هو المفروض ان التوتوريال اصلا مقسوم لجزئين، الثلاث عناوين اللي فوق دول بيتكلموا عن السيرفكتنت، والعنوان الرابع الاخير ده بيتكلم عن الاكسجين ديسوسيشن كيرف، وده احنا اتكلمنا عليه بالتفصيل في الفسيولوجي. فانت لو كنت سمعت الاكسجين ديسوسيشن كيرف في الفسيولوجي اقرا هنا على طول، الجزء ده سهل وبسيط مش محتاج ان انت تضيع فيه وقت، يعني هو نفس الكلام بتاع الفسيولوجي بالظبط. طيب الجزء الاولاني اللي هم الثلاث عناوين دول المكونات الاساسيه بتاع اللنج سيرفكتنت، حاجه اسمها ليثيسن سفنجومايل ريشيو، دي نقطه جديده هنتكلم عليها، وبعد كده ريسبيراتوري ديستريس سندروم. الجزء اللي هو بيتكون من الثلاث عناوين اللي فوق ده احنا عارفين معلومات، بعض المعلومات عنه وبعض المعلومات هناخدها جديده، فده اللي احنا هنتكلم عليه اصلا في التوتوريال. والجزء الرابع او الاخير ده جزء سهل احنا اتكلمنا عليه في الفسيولوجي بالتفصيل، فانت اقراه سريعا وما تضيعش فيه وقت. فان شاء الله باذن الله الفيديو بتاعنا مش هياخد وقت طويل، هنتكلم فيه عن السيرفكتنت، واحنا كنا واخدين عنه فكره مسبقه قبل كده او نبذه بسيطه، هنغوص فيه شويه، وبعد كده هنتكلم عن المرض اللي هو بينشا من نقص السيرفكتنت، هو اللي هو اسمه ريسبيراتوري ديستريس سندروم، وهنعرف بعض التفاصيل اللي هتفيدنا ان شاء الله كاطباء بعد كده لما حد فيكم يتخرج ويشتغل دكتور اطفال ان شاء الله باذن الله. طيب سريعا كده، ايه هي مكونات اللنج سيرفكتنت؟ احنا عارفين ان اصلا اللنج عشان تشتغل وتادي الفانكشن بتاعتها كويسه محتاجه ان يبقى في حاجه اسمها سيرفكتنت، وقلنا من اسمه سيرفكتنت يعني بيعمل اكشن على السيرفيس بتاع الفلويد لايننج الالفيولاي. يعني لو احنا عندنا الفيولاي، الالفيولاي ده بيبقى فيها بعض الفلويد جوه كده، والفلويد ده ليه قوه شد ما بين جزيئاته، ما بينها وما بين بعضها، فوجود ماده دهنيه مترشقه جوه السيرفكتنت ده بتعوق عمليه الشد، وقوة الشد دي بتعاكس السيرفيس تنشن، ولما تعاكس السيرفيس تنشن ده بيدي فرصه للالفيولاي انها تفضل متسعه ما يحصلش فيها كولابس. تمام. طيب فايه الخلايا اللي بتفرز هذا السيرفكتنت؟ عندنا نوع من الابيثيليال سيلز اللي احنا بنقول عليه نيموسايت تايب 2 نيموسايت. طيب فايده اللونج سيرفكتنت زي ما قلنا ان هو بيقلل السيرفيس تنشن، وده بيمنع ان الالفيولاي يحصل فيها كولابس، بيقلل السيرفيس تنشن بتاع الميه الايكوسلير اللي هي الطبقه بتاعه الميه. طيب السيرفكتنت بتاعنا احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى مميزه او خلقه بصوره مثاليه تناسب وظيفته، فهو بيتكون من ليبيد وبروتين، بيتكون من جزء بيدوب في الميه وجزء ما بيدوبش، الجزء يطفو على السطح لما اتفقنا ان هو كان شكله حتى عامل زي المسامير، يعني جزء فوق كده وجزء دايب في الميه، جزء فوق كده وجزء صغير دايب في الميه، جزء فوق كده وجزء صغير دايب في الميه، واتفقنا ان هو اغلب التركيب بتاعه عباره عن دهون، فهو بيتكون من 90% ليبيد وبيتكون من 10% بروتين. ال 10% البروتين دول بيشتغلوا كمسامير ترشق في الميه جوه عشان تثبته في مكانه، توزع السيرفكتنت على السطح، يفضل السيرفكتنت مش موجود في حته واحده، لا يبقى متوزع على سطح الميه اللي موجوده في الالفيولاي كلها. فالسيرفكتنت بيتكون من 10% بروتينات، ودول بنقسمهم بروتين A B C تمام، و 90% دهون، والدهون دول اهمهم طبعا اللي هو اسمه دايبل ميثايل ليثيسين، ده اهم الدهون اللي موجوده في السيرفكتنت، وفي بعض الدهون الثانيه اللي هي الجلسترول اللي هو الفوسفاتيدايل جلسترول والكوليسترول. اعرفهم بس كده معلومه للام سي كيو. طيب معلومه برضو مهمه شويه مش مهمه قوي، ان هم بيتخزنوا، الليثيسين ده بيتخزن، هو بيتكون من خلايا اسمها ايه، من ابيثيليال سيلز او بنقول عليها تايب 2 نيوموسايت، خليه موجوده في الالفيولاي، لكن هو بيتخزن وبيحصل له سكريشن. يعني احنا مثلا عندنا ادي الخليه اهي، الخليه دي ممكن تطلع الليثيسين وممكن تحفظه جوه الخليه نفسها، يعني ممكن تحتفظ بيه، هو اتكون وممكن الخليه تطلعه على السطح هنا كده عشان يعمل الشغل بتاعه، او ممكن يتخزن جوه، في بعض الجزيئات تتخزن هنا كده جوه. لما بتتخزن جوه الاورجانيلز او العضيات اللي بيحصل له بيها سكريشن، او العضيات اللي مسؤوله عن افراز الليثيسين او السيرفكتن، المسؤول عن افرازه والمسؤول عن تخزينه، بتخزينه جوه، فبتكون لنا حاجات ما تعرف باللاميلر بودز. كلمه لاميلا يعني طبقه، واللاميلر بودز يعني الاجسام اللي فيها طبقات، فيها طبقات من السيرفكتنت، كان السيرفكتنت متخزن في طبقات كده. معلومه جانبيه، يعني افهم انا ايه من المعلومه دي، هو ايه المعلومه دي ليه؟ عشان لما اقول لك ان في لاميلر بودز كتير، الكونسنتريشن تركيز اللاميلر بودز دي كتير، معنى كده ان في سيرفكتنت كتير، معنى كده ان الخليه دي اكتف وشغاله. يعني قلت لك بيبي مثلا، خدنا خليه من الخلايا بتاعته، لسه بيبي هو في بطن امه، واحنا عملنا عمليه او تكنيك معين كده، دخلنا جوه بطن الام دي وبمنظار معين او باسلوب معين، خدنا نوع من الخلايا من الام ولقينا فيه لاميلر بودز كتير، معنى كده ان الخليه بتاع الام دي بدات تفرز سيرفكتنت كتير، معنى كده ان الطفل ده ممكن، او نسبه ان هو ينزل وعنده اللنج بتاعته هتشتغل كويس دي نسبه عاليه. تمام، يبقى احنا عرفنا كده الفايده اللي احنا عايزين نعرفها من كلمه لاميلر بودز دي. طيب هنا بقى تعالى تطبيق على الكلام اللي انا بقوله لك ده، بيقول لك ان الزيس اورجانيلز اللي هو اللاميلر بودي يعني بتبدا تشتغل من الاسبوع 22 للاسبوع الرابع 24
اوف جيستيشن. جيستيشن اللي هو الحمل يعني، يعني من الاسبوع ال 22 للاسبوع ال 24 في الحمل. خلي بالكم يا شباب، احنا لما بنيجي نتعامل ان شاء الله لما تاخدوا في النساء، لما بنتعامل مع الست الحامل بنقيس العمر بتاع الجنين بالاسابيع اكتر من شهور. يعني احنا في الدارج او الشائع ما بين الناس ده في الحمل في الشهر الاول، في الثاني، في الثالث، الرابع. احنا للكلينيكال يوزز او الاستخدامات الكلينيكيه لينا كاطباء لازم بنقرب شويه المسافات، مش بس بالشهور، لا ده احنا في حاجات وفي احداث بتحدث في الاسابيع المختلفه. يعني ممكن الشهر السابع يحصل في اوله حاجه وفي نص حاجه في اخره حاجه، الشهر الثامن يحصل في اوله حاجه في نص حاجه في اخره حاجه. فعشان كده بنمشي بمبدا الاسابيع يعني. فلما اقول لك ويك اوف جيستيشن ده الاسبوع الكذا من الحمل، فبتبدا الاورجانيزم دي تظهر، الخلايا دي تبدا انها تصنع السيرفكتنت وتبدا انها تخزن جزء منه، ولما تخزن جزء منه يبان لنا الاورجانيزم دي تبان وتظهر عندنا بدايه من الاسبوع 22. دي البدايه، دي مرحله البدايه. طيب من الاسبوع ال 28 خلي بالك بقى، دي نقطه ايه مختلفه شويه عن السيرفكتنت. بيقول لك هنا يعني حاطط لك معلومه اعتراضيه كده، معلومه ما لهاش دعوه بالسيرفكتنت قوي، هنعرف ليه هو حاططها لنا. بيقول لك ان في الاسبوع 28 الخلايا بتاع الجنين برضو بتفرز نوع من انواع الدهون بنقول عليه نمبر من الليبيد، لانه مش بيستخدم قوي في صناعه السيرفكتنت. يعني الجسم بتاع البيبي في الاسبوع 28 من الحمل بيصنع ليبيد اسمه سفينجومايلين. طيب السفينجومايلين ده بيتصنع في الاسبوع 28 بس هو مش بيستخدم في اللنج. طيب انا بعرفه ليه يا دكتور او ايه فايده المعلومه دي؟ هقول لك فايده المعلومه ديت ان انا المعلومه اللي بعدها بعد اربع اسابيع من الاسبوع 28 في الاسبوع 32 تقريبا بيبدا جسم هذا البيبي الصغير ان هو بدل ما يصنع سفينجومايلين اللي هو دهون بتستخدم في المايلينيشن اوف ذا نيرف، يعني بتعدل وتظبط وتصنع الاعصاب، يعني دي دهون بتتصنع في جسم البيبي علشان تزود من كفاءه الاعصاب. طيب عدى الاسبوع 28 29 وبدانا نخش في الاسبوع 31 و32، خلاص احنا ظبطنا الاعصاب، عايزين نكمل بقى تظبيط اللنج ونطلع لها السيرفكتنت بتاعها. فبنبدا نقلل من كميه الاسفنجومايلين الدهون اللي بتفرز ونفرز بدلها الليثيسين اللي هو دايبالميثايل ليثيسين اللي هو الدهون اللي مسؤول عن تكوين السيرفكتنت. يبقى بدايتها من الاسبوع 32 تقريبا بتصبح نسبه وكفاءه خلايا جسم الجنين في انتاج الليثيسين اعلى من انتاج الاسفنجومايلين، او بيبداوا يتوازوا مع بعض شويه. يعني اللي هو احنا خلاص في الاسبوع 28 كانت نسبه انتاج السفنجومايلين كانت اكتر، كان الجسم بتاع البيبي بدا يفرز دهون من الاسبوع 22 24 بدا يفرز دهون شويه. اول ما وصلنا الاسبوع 28 وجدنا طفره وزياده في افراز جسم الجنين لماده السفنجومايلين، لدهون السفنجومايلين. في الاسبوع 32 لقينا دهون ثانيه بدات تظهر مع السفنجومايلين، بدا كنا الاول بننتج كميه كبيره من السفنجومايلين، دلوقتي بقينا ننتج كميه كبيره من السفنجومايلين بجانبها كميه كبيره برضو من الليسيسين، فاصبح النسبه متساويه، إيكوال ريشيو، نسبة متساوية ما بين السفنجومايلين والليسيسين. بداية بقى من الأسبوع 35 بدأت تفوق نسبة إنتاج الليسيسين من خلايا الجنين، يعني الجنين يفرز ويكون كمية من الليسيسين أكتر من السفنجومايلين. فأصبحت الريشيو أو النسبة ما بين إنتاج الليسيسين والسفنجومايلين في الأسبوع 35 من الحمل الليسيسين أكتر. يعني مثلا هنا في الأسبوع 28 كانت النسبة بنقول عليها ليسيسين سفنجومايلين ريشيو، أو بنقول عليها LS ريشيو، اس ريشيو اللي هي النسبه ما بين الليثيسين والسفنجومايل. طيب في الاسبوع 28 من الحمل كانت السفنجومايل هو الاكثر، فكانت النسبه دي قليله. طيب في الاسبوع 32 بقى من الحمل تصبح الليثيسين سفنجومايل ريشيو ريلاتيفلي ايكوال، يعني قد بعض 1:1، يعني الليثيسين الى السفنجومايل 1:1. طب في الاسبوع 35 اصبح هنا بقى الاسبوع 35 من الحمل، يعني بقى تقريبا في اخر شهر بقى في الحمل، في اخر شهر في الحمل يبدا ان الجسم يطلع كميه او الخلايا بقى بتاعت النيموسايت طيب 2 تبدا تفرز كميه كبيره جدا من الليثيسين، فاصبحت نسبه الليثيسين تزيد ونسبه السفنجومايلين تقل، ما بتنتجش نفس الكميه من السفنجومايل، فدي بنقول عليها الليثيسين سفنجومايلين ريشيو. فلما تزيد النسبه هنا كده بتتضاعف، بتصبح 2:1. طيب دي تديك دلاله على ايه؟ دي تديني مدلول ان الخلايا بتاع جسم البيبي خصوصا النيوموسايت تايب 2 دلوقتي شغاله قوي، انها بتفرز كميه كبيره من الليثيسين. طيب دي ميزه ولا يعني ده مؤشر حلو ولا مؤشر وحش؟ مؤشر حلو طبعا، ده معناه ان الخلايا بتاعه البيبي ده في حاله من الازدهار وانها بتفرز السيرفكتنت. معنى كده ان البيبي ده ان شاء الله لما يتولد فرصه ان هو يتولد برئه كويسه وما عندوش ريسبيراتوري ديستريس وما عندوش مشاكل في التنفس هتبقى نسبه حلوه ان هو يتولد كويس وسليم يعني. تمام. طيب لو حصل مشكله او ديفكت في هذه النسبه، لو حصل مشكله والليثيسين ده ما بيتكونش بسبب اي مشكله عند البيبي في الجينات بتاعته خلت الليثيسين او الكورتيزون ما يطلعش فالليثيسين ما يتكونش، ده هيؤدي الى مشكله او ديفكت في هذه الريشيو. يبقى اذا احنا من خلال هذه الريشيو لو احنا خدنا عينه من دم البيبي او عينه من الميه بتاعت البيبي البلازما او عينه من الامنيوتيك فلويد اللي هو الامنيوتيك فلويد ده اللي هو اليورين بتاع البيبي، ما هو اليورين بتاع البيبي بيعبر عن الحاجات اللي موجوده في جسم البيبي برضه.
لو احنا خدنا عينه من الميه بتاعه البيبي او خدنا عينه من الدم بتاع البيبي ولقينا هذه النسبه كويسه، معنى كده ان البيبي ده لما يتولد ان شاء الله هتبقى حاجه. يعني لو انا جيت خدت عينه من الدم ولقيت النسبه دي كويسه اقول لك انا ممكن اخليه يتولد في الميعاد الفلاني عادي. طب لو لقيتها قليله لا ما ينفعش انزله دلوقتي، لو نزلته دلوقتي هيبقى بريماتيور او طفل مبتسر او نازل قبل ميعاده او هيبقى نازل بس في مشكله لازم يتحط في حضانه عشان مش هيعرف يتنفس والتنفس بتاعه صعب ولازم هديله علاج وي 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 مش مهيئ ان هو ينزل. فهذه النسبه بتحدد لي هل ده وقت مناسب ولا غير مناسب للوضع للولاده يعني. تمام. طيب لو حصل ديفكت في هذه الريشيو ونزل البيبي فبيبقى عنده حاجه اسمها ايه، نيونيتال ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. طيب اهو احنا طب ازاي بقى ناخد عينه عشان نقدر نقيس الليثسين سفنجومايلين ريشيو؟ بناخدها من الامنيوتيك فلويد. انتوا شايفين ادي البيبي قدامكم اهو، في هنا سائل اسمه الامنيوتيك فلويد، دي الاغشيه المحيطه بالجنين الممبرينز، وده السائل اللي موجود جوه ده بنقول عليه الامنيوتيك فلويد. الامنيوتيك فلويد ده مصدره اصلا ايه؟ معلومه طريفه ليكم، مصدره اليورين بتاع البيبي. البيبي بياخد الدم بتاعه من مامته اهوت ويطلع اليورين بتاعه يبقى حواليه كده. سبحان الله اليورين ده هو انت بيتهالك ان هو يورين بس طبعا هو البيبي ما عندوش الميتابوليزم اللي زينا اللي اليورين بتاعه يبقى توكسيك او وحش بالدرجه اللي عندنا يعني. لا هو اليورين ده سبحان الله ربنا بيحطه له كده كمخده اللي هو اسمه الامنيوتيك فلويد. الامنيوتيك فلويد ده بيبقى مخده للبيبي. انت عارف لو الامنيوتيك فلويد ده لو نقص البيبي ده ينزل مشوه. ليه؟ لان المخده اللي عنده فقدت، فاي خبطه او اي حركه للام ممكن البيبي ده لسه بقى عضمه طري خالص، فاي حركه اي حاجه ممكن تخلي البيبي ده يحصل فراكشر في العظم بتاعه. تمام. فالمهم ان هذا السائل اللي بنقول عليه امينيتو فلويد ممكن ناخد منه عينه. طب ناخد منه عينه ازاي؟ بحاجه اسمها امينوسينثيسيس، نجيب مثلا زي سرنجه كده او حقنه بتكنيك معين وبطريقه معينه نقوم خارمين خرم صغير وبسيط نقدر ناخد منه عينه. او لو في حاجه اسمها بريماتيور رابشر اوف ممبرين، اختصارها بروم، مشهور قوي الاختصار ده، البري تيرم بريماتيور رابشر اوف ممبرين. يعني مثلا الطفل قبل الولاده المفروض الطفل يتولد مثلا في الاسبوع ال 40 من الحمل، لو جاء مثلا اسبوع 34 33 وحصل ايه، المفروض ان الاغشيه دي ما تتخرمش وما يعني ما يحصلش فيها قطع الا عند الولاده. طب لو حصل قبل الميعاد بتاعها بريماتيور او بري تيرم يعني قبل وقتها، كيس الميه اتخرم. لو كيس الميه اتخرم يا رجاله يبقى دي اتخرم قبل ميعاده، بيبدا الميه دي تتدفق هنا من الفاجينا. فاحنا بناخد عينه من السائل اللي نزل من الفاجينا هنا كده نعرف بقى لما البيبي اللي نازل ده هينزل نسبه الليثسين اللي عنده كويسه ولا مش كويسه. فاحنا ممكن ناخد العينه اللي هنقيس فيها النسبه ما بين الليثسين وما بين السفنجمايلون، ممكن ناخدها من الامنيوتيك فلويد عن طريق ما يسمى بالامنيوتينثيسيس، دي في الاسبوع ال 34 من الحمل، لان زي ما احنا قلنا بقى دي المرحله اللي الريشيو تقريبا فيها متساويه، والمفروض بعدها بقى الاسبوع 35 دي يبدا الليثسين هو اللي يعلى. يعني في الاسبوع ال 34 دي بنبدا المفروض ان الليثسين في الحاله دي هيبدا يعلى على السفنجمايلون. فاحنا بنعمل امنيوسينثيز هنا عشان ناخد ونبدا نقيس لو الطفل اتولد دلوقتي يعني هيبقى كويس وما عندوش سيبتاتو ديستريس سندروم، ولا نستنى شويه، ولا ندي له علاج، ولا ندي الام كورتيزون مثلا عشان يحفز صناعه الليثسين، ولا نعمل ايه بالظبط. او ناخد حاجه مسحه كده من الفاجينا. تمام. فاجينا بولينج يعني الميه بتاع الامنيوتيك فلويد بدا ينزل هنا كده من الفاجينا بتاع الام، فناخد منها عينه ونقيس فيها الليثسين سفنجمايلين ريشيو. طيب المفروض ان الريشيو النورمال ريشيو بتبقى من 2 ل 2.5، لو اقل من 2 يبقى في مشكله هنا كده يبقى الليثسين ما اتكونش. لما نيجي نقيس في الاسبوع ال 34 ولقينا الريشيو 2 او 2.5 يعني الليثسين ضعف السفنجمايلين يبقى كده زي الفل واللنج بتاعته كويس. طب لو لقينا نسبه اقل من 2 يبقى في مشكله، في مشكله في الديفلوبمنت بتاع الفيتس بتاع اللنج. طيب الام اللي عندها دايابيتس ميليتس او ان كنترولد او بورلي كنترولد دايابيتس ميليتس عندها سكر ومش مظبطاه، الام لما بيكون عندها جيستيشنال دايابيتس او سكر او عندها سكر يعني وهي حامل، السكر زياده الهايبر جلايسيميا اللي عندها دي السكر بيتنقل من الام من المذر للبيبي. تمام. السكر بيتنقل من المذر للبيبي لكن الانسولين ما بيتنقلش، فلما يكون الام عندها سكر هايبر جلايسيميا والبيبي المفروض ان السكر بتاعه طبيعي بيبدا السكر يعدي من الام للبيبي، فاصبح البيبي دلوقتي عنده هو كمان سكر زياده جاله من الام، ما هو الغذاء بيمشي عن طريق المشيمه والحبل السري بيجي للبيبي، فاصبح عن البيبي ده عنده هايبر جلايسيميا هو كمان. لكن سبحان الله البيبي ده البنكرياس بتاعه والبيتا سيلز الموجوده في عائله لانجرهانز جزء لانجرهانز البيتا سيلز دي كويسه فبتطلع انسولين عادي ما فيهاش مشكله، فلما يبقى عند البيبي ده عنده هايبر جلايسيميا وعنده زياده في السكر تصبح الخلايا دي يحصل فيها هايبر بليزيا وتفرز انسولين بكميه كبيره عشان تضاهي الكميه العاليه دي من الجلوكوز، وبالتالي هيبقى عنده زياده في الانسولين. وخلي بالك احنا قلنا ان الجلوكوكورتيكويد او الكورتيزول مهم عشان يحصل ماتيوريشن للسيرفكتانت او ان السيرفكتانت يتكون في البيبي،
والانسولين عكس الجلوكوكورتيكويد، فالمفروض ان لما الانسولين يعلى بيعاكس الجلوكوكورتيكويد. فلما الجلوكوكورتيكويد يبقوا مسؤولين عن الماتوريشن، مسؤولين عن النسبه الطبيعيه ده للليثيسين، مسؤولين عن النسبه الطبيعيه للليثيسين سفينجومايل ريشيو انها تبقى من 2 ل 2.5. النسبه الطبيعيه دي معناها ان الليثيسين بيتكون بكميه طبيعيه. لما يفقد او يطلع في جسم البيبي الصغير ده هرمون تاني بيلخبط الهرمونات اللي في جسمه، يعني الانسولين اللي زاد في البيبي ده. ليه الانسولين زاد في البيبي؟ لان البيبي عنده هايبرجلايسيميا، فالانسولين بيعلى قوي. لما الانسولين يعلى قوي يبوظ الكنترول بتاع الجلوكوكورتيكويد. يعني الجلوكوكورتيكويد كانوا بيعملوا ايه؟ الجلوكوكورتيكويد كانوا بيوزنوا النسبه، يخلوا الريشيو تطلع بالنسبه دي. الكورتيزون كان بيحفز انتاج السيرفكتانت، فالانسولين بيعاكس ويلخبط شغل الجلوكوكورتيكويد، يا اما يقلله فالنسبه تقل خالص، يا اما يزوده زياده عن اللازم يخليه يتجنن فالنسبه توصل 3. فعشان كده هم بيقول لك في بعض الابحاث وبعض المناقشات قال لك ان في البولي كنترول دايابيتس ميليتس ممكن النسبه توصل ل 3، يزيد الليسن زياده عن اللازم، وكل شيء اذا زاد حده يقلب ضده. فقال لك ان البولي كنترول دايابيتس ميليتس ممكن يؤثروا زياده الجلوكوز دي عند الام، ممكن تؤثر على الماتوريتي بتاع الديفلوبنج في طلنج، بدل ما جينا عارف يقول لك بدل ما جيت كحلها عامله. تمام، دي الحته بتاع البولي كنترول دايابيتس ميليتس. عايزك تعرف فيها ان زياده السكر عند الام يتبعها زياده السكر عند البيبي هايبرجلايسيميا، ويتبع زياده السكر عند البيبي زياده الانسولين هايبر انسولينيميا في البيبي مش في الام، لان الام اصلا مشكلتها ان الانسولين عندها مش شغال فالسكر عندها عالي، لكن البيبي السكر عنده عالي فجه وراه زياده في الانسولين عشان يقلل السكر ده شويه او عشان يدخل السكر ده للخلايا. فزياده الانسولين بقى اللي موجوده في دم البيبي دي هي اللي لخبطت الديفلوبمنت بتاع البيبي بتاع اللنج بتاع البيبي، وخلت الليسن الريشيو بتاعته تبقى زياده عن اللازم او اقل من اللازم. تمام، لكن هو كاتب لك ان رقم 3 فامشي ورا الرقم اللي مكتوب. طيب بعد كده بقى العوامل التي تتعارض مع يعني العوامل التي تتعارض مع نمو او مع الريشيو، تطلع لك الريشيو غلط، او سوري مش مع نمو اللانج، لا العوامل اللي بتتعارض مع النسبه اللي انت قراتها. احنا كل ده بنتكلم في النسبه اللي احنا ممكن نقراها وفي العينه اللي احنا ممكن ناخدها. قال لك ايه هي بقى العوامل الانترفيرنج فاكتورز، العوامل اللي بتتعارض، يعني تطلع لك رقم غلط من الاخر. انت عملت التحليل والمفروض يطلع 2 نسبه 2 الى 1، لكن طلع نسبه غريبه خالص. ايه الحاجات اللي ممكن تطلع لك القياس بتاعك خطا؟ قال لك لو وجود ميكونيا او بلد في العينه، المفروض انت بتاخد العينه من الامنيوتيك فلويد. الامنيوتيك فلويد ده قلنا اللي هو اليورين بتاع البيبي. طب لو لقيت لو البيبي سوري بقى عمل ايه ستول في الـ في الـ في الـ في الامنيوتيك فلويد ده، ما هو ادي الامنيوتيك فلويد اللي انت شايفه اهو، المفروض البيبي بيكون الامنيوتيك فلويد ده من اليورين، ده يورين. تمام، طب لو حصل وتكون فيه ستول، الستول ده بيؤثر على الريشيو، بيأثر على الكومبوننتس اللي موجوده هنا كلها، ولو حصل هيموريج او اي حاجه او اي دم دخل هنا كده جوه الامنيوتيك فلويد، يبقى لو وجود ميكونيوم، والميكونيوم ده اللي هو الستول بتاع البيبي بنقول عليه ميكونيوم، او وجود دم بلاد، الدم او الميكونيوم، الحاجتين دول بيأثروا على المكونات الطبيعيه الموجوده هنا اصلا. فلما اقول لك ان في حاجه من المكونات الموجوده هنا الليثيسين والسفينجومايلين، طب لو تواجد هنا دم والمفروض ما يبقاش موجود دم او ميكونيوم، ده يؤثر على النسبه. يبقى من العوامل التي تتعارض مع النسبه اللي انت بتقراها وجود الميكونيوم ووجود البلاد، ممكن يقللوا او ممكن يبوظوا النسبه خالص. طيب السيجنيفيكانس بتاعت هذه الريشيو قلنا ان هو بيديترماين التايمينج اوف ديليفري، يعني يحدد لك يقول لك اه ده تقدر تولده في الاسبوع ال40 او يتولد، او هو دلوقتي اه خلاص جاهز ان هو يتولد في الاسبوع ال40، او طب افرض عندي مشكله دلوقتي وانا عايز اولد بسرعه قبل الاسبوع ال40 اشوف الريشيو ديت اه جاهز ان هو يتولد في الاسبوع مثلا 36 37 38 وهكذا، يعني بتساعدني جدا في تحديد ان البيبي ده يتولد دلوقتي ولا لا. تايم اوف ديليفري اللي هو وقت الولاده يعني، وبيحدد وبيساعدني ان انا اقلل الريسك فاكتور اوف ريسبيراتوري ديستريس سندروم. يعني لما انا دلوقتي اخد هند او فكره او معلومه عن كميه السيرفكتنت في جسم هذا البيبي، حتى لو انا مضطر اولده دلوقتي او هولده بعد اسبوع والمفروض ان السيرفكتنت لسه ما وصلش للليفل اللي انا عايزه، ممكن ادي الام جلوكوكورتيكويد او كورتيزون، فالكورتيزون ده يروح للبيبي فيحفز العمليه، ففي خلال الاسبوع ده يكون كميه حلوه من السيرفكتنت. فعشان كده عمليه او فكره حساب ال اس ريشيو دي فكره جميله جدا بتفيدني في ان انا بحد وبقلل من فكره حدوث ريسبيراتوري ديستريس سندروم. طيب ايه هي ريسبيراتوري ديستريس سندروم او بنقول عليها هايلاين ممبرين ديزيز؟ هو هنا بيتكلم عن الريسك فاكتور، ايه هي العوامل اللي بتزيد الريسبيراتوري ديستريس سندروم؟ قال لك لو حصل بريماتوريتي، يعني الولد اتولد قبل ميعاده، ده معناه ان ما لحقش يكون كميه كبيره من السيرفكتنت، وبالتالي هيحصل مشكله في التنفس بتاع البيبي فيتولد مش قادر يتنفس، دي ريسبيراتوري ديستريس سندروم. ايه الحاجات الثانيه اللي تزود الفرصه بتاع حدوث الار دي اس؟ لو في حاجه اسمها مالتي فيتال بريجنانسيز، يعني الام حامل مثلا في توأم او في ثلاثه مع بعض، ده معناه ان السيرفكتنت اللي هيتكون مش كافي للثلاثه. والماتيرنال دايابيتس وشرحناها بالتفصيل ان زياده الانسولين هتؤثر على تكوين السيرفكتنت بالسلب او بالايجاب، او مش بالايجاب يعني، هتيا اما تقلله عن اللازم يا اما تزوده عن اللازم. تمام، فدي العوامل اللي هي بتزود. العوامل اللي هي بتنقص الدكتوره مش شرحتهاش، اللي هي بتقلل من 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 فكره حدوث ان يحصل الاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، الدكتوره ما شرحتهاش، لكن لو انت جيت ركزت فيها، يا اما الام بتستخدم كورتيزول
فالكورتيزول ده بيحفز ويزود السرفكتنت، يا اما الحاجات اللي فوق دي حاجه اسمها فيتال جروث ريستريكشن وبري اكلامسيا واكلامسيا. اكلامسيا دي يعني تسمم الحمل، يعني الام الضغط بتاعها يعلى قوي. كلمه اكلامسيا دي سندروم، سندروم يعني متلازمه، مجموعه من الاعراض مختلفه لكن جت متلازمه في وقت واحد، اتت في حين واحد يعني. فالاكلامسيا دي عباره عن ايه؟ عباره عن زياده في ضغط الحمل، في ضغط الدم بتاع الام الحامل، وبروتينوريا، وجود بروتين في اليورين، وتشنجات كونفولجنز. الاول ده هم اللي كانوا بيلاحظوها، كانوا بيلاحظوا مثلا يجي الام التشنجات ولقوا ضغط الدم عالي قوي 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 قوي، ويلاقوا ان في بروتين في اليورين، فعشان كده قال لك سموها تسمم الحمل يعني. فلقوا ان الاكلامسيا دي بتيجي حاجه قبلها، هي نفس الاعراض بالظبط بس ما فيهاش تشنجات، فسموها بري اكلامسيا، ودي الكومن ودي الاشهر، ودي حاجه خطيره. الاكلامسيا والبري اكلامسيا والفيتال جروث ريستريكشن، يعني البيبي صغير جدا ومش قادر ينمو جوه بطن امه، والحاجات دي اصلا، والماتيرنال هايبرتنشن ارتفاع ضغط الام، الحاجات دي اصلا يعني هي بتقلل الريسك في ريسبيراتوري ديستريس سندروم، لان البيبي اصلا ممكن ينزل متوفي او كده. لكن الحاجات دي بيتزامن معاها ان الضغط ممكن يعلى شويه، فعلو الضغط ده ممكن يؤثر ويزود في الجلوكوكورتيكويد، ويزود في ال يعني الجلوكوكورتيكويد لهم علاقه شويه بزياده الضغط. فالاعراض المرضيه اللي موجوده قدامنا دي برضو هنا في زياده في الضغط، مثلا هنا في زياده في الضغط، هنا في زياده في الضغط، فممكن ده يبقى ليه علاقه بانه يزود شويه السيرفكتن، تمام. لكن اللي انا عايزك تعرف الحاجات اللي هي متعلمه لها بالاحمر اللي هي الدكتوره شرحتها. طيب الباثوفيسيولوجي برضو الدكتور قالت مش مهم قوي، لكن هنعرفه بسرعه كده. ان الباثوفيسيولوجي ايه؟ انه عدم وجود اللي هو بقى الباثوفيسيولوجي بتاع الاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، عدم وجود السيرفكتنت معناه ان فرصه الكولابس في اللنج عاليه، في الالفيولاي عاليه. ادي الالفيولاي قدامنا اهي، الصوره دي تحفه، ادي دي هنا النورمال الالفيولاي ودي هنا الابنورمال الالفيولاي. بص يا سيدي، المفروض ان احنا هنا كده بيبقى موجود فيه سيرفكتنت، وجود السيرفكتنت ده بيقلل من السيرفيس تنشن، فاللنج ما يحصلش فيها كولابس، فالسيرفيس تنشن هنا قليل. لكن هنا لما السيرفكتنت ما يتكونش، السيرفيس تنشن هنا عالي جدا، وكلمه سيرفيس تنشن عالي جدا يعني قدرته على شد وسحب الميه عاليه. شايف هنا ما فيش ميه اهو، هنا ما فيش ميه، لكن هنا شايف هنا في ميه اهو، في فلويد اهو. مش بس كده، الميه دي بتيجي منين؟ هو بيلم الميه دي حوالين بعضها ويبدا يقلل القطر بتاع الالفيولاي. مش بس كده، بيبدا يشد ميه من الاوعيه الدمويه اللي هنا كده، فتبدا الميه تدخل هنا كده، تدخل هنا كده، وبعد كده تدخل على جوه، تمام. فتعمل لك والميه دي بتسحب معاها انفلاماتوري سيل، لان الميه دي مش موجوده في مكان طبيعي، موجوده في ابنورمال بارت، موجوده في مكان غير طبيعي. فوجودها في المكان الغير طبيعي دوت بيتحس خلايا المناعه، ويعمل لك الخلايا المناعه دي تستحس وتكون لك انفلاميشن، ويبدا يتكون الغشاء اللي هنا اللي هو عباره عن ميه وعليه خلايا مناعيه وعليه افرازات الخلايا المناعيه، فيبدا يكون لك ممبرين كده، ممبرين شفاف يقولوا عليه هايلاين ممبرين. فعشان كده اهو يعني وجود الغشاء ده يخش جوه كده، يعمل لك يكون لك فايبر من الالياف، يكون لك ممبرين، فبيقولوا عليه هايلاين ممبرين، بيتصبغ بينك تحت الميكروسكوب بالهيماتوكسين، فعشان كده بنقول عليها هايلاين ميمبرين. لكن ما يهمنيش قوي الحته دي، يهمني اكتر ايه؟ ان في سبب الريسبيراتوري ديستريس سندروم ان السيرفيس تنشن عالي قوي، والسيرفيس تنشن لما يعلى قوي يشد ويسحب الميه، ما هي سيرف قوه شد اصلا، فتشد الميه زي ما تشد الميه على السطح، بتشد برده من تحت، لو تفتكروا انها في الفسيولوجي، فتدخل الميه جوه هنا كده تعمل لك اديمه، وتبدا كمان الالفلاي تقفل على بعض كده وتحشر الميه اللي جواها ديت، بنقول عليها ايه؟ بص مهم جدا، اتليكتيك اكتيتيك ديت او اكتيزيس. اكتيزيا يعني واسع، واتيلي يعني او اكتيزيس دي يعني اكسبانشن تمدد، واتيلي يعني ابنورمال او في ديفكت يعني في الاكسبانشن. فلما اقول لك اتيليكتيتك يعني الاليفولاي مش قادره انها تتسع، وفيها مشكله او ديفيكلت او ابنورمال او ديفكت في الاكسبانشن، مش قادره يحصل فيها اكسبانشن، لان زي ما انت شايف متكون ممبرين اهو كده بيعوقها، وكمان في قوه اهو متكون هنا كده بيكون هنا ممبرين بيعوقها، وفي ميه موجوده حواليها وميه جوه، فده بيعوق من الاتساع والتمدد بتاع الايه؟ بتاع الالفلاي. طيب نقطه مهمه جدا برضو بقى ايه؟ المفروض اصلا ان الالفلاي كانت معموله هنا كده عشان تسمح بتبادل الهواء، يعني مثلا ادي اللي قدامك الهيموجلوبين ماشي اهوت عشان يتحط عليه الاكسجين. طيب حضرتك دلوقتي شايف الممبرين اللي اتكون ده، وشايف الميه اللي موجوده هنا كده، شايف الحاجات دي كلها، هل ده هيسمح بمرور الهواء من هنا كده، من الاكسجين يخش والكربون دايوكسيد يخرج؟ لا طبعا. فاصبح الدم اللي جاي هنا كده المفروض هيتحط عليه اكسجين ويرجع تاني الجسم اهو، هيتحط هيمشي كده، الاربسيز اللي ماشيه ديت اللي عليها جواها هيموجلوبين المفروض يتحط عليها اكسجين وترجع تاني للجسم. فلما يبقى عندي مشكله كده وعندي جدار عازل كده من الهايلاين ممبرين ومن الاكسيوديت اللي موجود ومن الخلايا المناعيه والميه اللي موجوده جوه الالفلاي، الحاجات دي كلها تعمل ايه؟ هتمنع ان الهواء يخش، وتمنع ان الهواء يحمل على او الاكسجين يحمل على الهيموجلوبين، فيعدي يحصل شنط، الميه تعدي من الرايت للليفت، او يعني تعدي من الناحيه اليمين من القلب للناحيه الشمال. يعني المفروض ادي القلب اهو، ادي القلب كده، المفروض ادي القلب اهو، والمفروض ادي هنا اللنج اهي، ادي كده اللنج، دي الرايت سايد ودي الليفت سايد. المفروض ان الدم يا سيدي بيعدي بيمشي من هنا كده عشان يروح على اللنج، او نعملها باللون الازرق عشان ده دم وريدي اهو، دم وريدي طالع كده بس بيمشي هنا في الشريان. سيبك، مش هقول دم وريدي او دم غير وريدي، هنا دم غير ما فيهوش اكسجين اللي هو باللون الازرق ده، المفروض ان هو يروح في اللنج هنا كده، يمشي في اللنج يتحط عليه اكسجين ويرجع تاني. يبقى في ناحيه الرايت، في ناحيه الرايت الدم ده ما فيهوش اكسجين، وفي ناحيه الليفت المفروض يبقى فيه اكسجين،
اتحط الاكسجين فين؟ اتحط هنا في اللنج، داخل لك من هو من بره. طيب ايه رايك ان لو الدم عدى لكن في عائق هنا كده اهو، في حته سد كده اهو باللون الاسود، الحته السد دي منعت ان الاكسجين يخش ويتحط على الدم، يبقى الاكسجين بيخش من هنا لكن الدم بيعدي وما فيش مش عارف يتحط عليه، فكده كان الدم عدى من الناحيه الرايت راح للناحيه الليفت بدون ان يحمل بالاكسجين. دي بنقول عليها كلمه شنط. لو حصلت الحركه دي ان الدم يعدي من هنا كده ويرجع تاني للجزء الشمال من القلب، يمشي من الجزء الرايت للجزء الليفت، دي بنقول عليها شنط. طب ايه سبب الشنط؟ سبب الشنط ان مفيش اهو في سد عازل اهو باللون الاسود هنا كده كده اهو، ده السد العازل اهو، شايف ده سد عازل اهو بيمنع من الاكسجين ايه يعدي، فدي بنقول عليها شنط. فوجود الاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم بيعمل ايه بقى؟ بيعمل الشنط دي، بيقول عليه رايت تو ليفت شنط، رايت تو ليفت انترابلمنر شنط، لانها جوه الرئه، فبتخلي البيبي هايبوكسيميك. هايبوكسيميك يعني ما فيش اكسجين، عنده انيميا يعني، او الاكسجين اللي في جسمه هايبوكسيميا يعني نقص في البشر بشن في اكسجين، يعني ما فيش اكسجين في الجسم، يعني ما فيش يعني هيعمل انيميا يعني. يبقى هتلاقي البيبي ده ما عندوش اكسجين في جسمه، فيبدا يحصل له سيانوزيس رئاء ويبدا مش قادر ياخد نفسه. وطوعيه الرئه احنا هنا اتفقنا بقى خلاص ان الرئه مش قادر يحصل فيها اكسبانشن، او الالفلاي مش قادر يحصل فيها اكسبانشن، الرئه عباره عن عده الفلاي مع بعض، فالالفلاي مش قادر يحصل فيها اكسبانشن، فتفقد الرئه الطوعيه بتاعتها، تقل الكومبلاينس، قدره الرئه على انها تتسع تبقى قليله، ويزيد الورك اوف بريثنج. ما هو دلوقتي بدل ما الرئه كانت بتطوعك وتتمدد معاك بسهوله ويسر، اصبحت لا، ده في سيرفيس تنشن بيشدها، وفي اكسيدات مكون عليها، وشويه فايبروزس، وهيلاين ممبرين، وليله مخليه اللنج عشان توسع بدل ما كانت محتاجه مجهود ايراد بقت محتاجه مجهود 24 ايراد، فيزيد الورك بتاع البريثنج. تمام، لدرجه ان في الحالات السيفير بيبدا يبان الساينز اوف اكوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، اللي هي العلامات دي، تلاقي الشخص ده بياخد نفسه الديافرام بينقبض قوي، وتلاقي الانتركوستال ماسلز باين قوي انها بتنقبض، باين قوي ان التنفس بتاعه صعب جدا، ويبقى في اسيدوزس عنده ريسبيراتوري اسيدوزس لانه مش قادر يتنفس كويس، بيجاهد عشان يتنفس، والثاني اكسيد الكربون مش قادر يطلع من الجسم، فيحصل له سي او 2 ريتينشن، وسي او 2 ريتينشن يتبعه ريسبيراتوري اسيدوزس. تمام، ده البطل في السيرجي يعني، انت فهمت اهوت، لكن الاسئله اللي فيه مش كتيره. طيب هو هنا الرسمه مش باينه قوي، اللي بيفرق لك يعني ان السيرفكتنت موجود وهنا السيرفكتنت مش موجود، بس الرسمه مش باينه، وشايف هنا الالفلاي يعني ايه حصل فيها كولابس، بس هو ده اللي عايز يقوله لك، هنا الالفلاي سليمه وهنا الالفلاي حصل فيها كولابس. طيب دي برضه رسمه كروكي مش عليك قوي، اكيد ريسبيراتوري ديستريس سندروم الرسمه دي هنا ايه كبطنه يعني، الاسباب الكوزس والساين والسيمتوم برضه مش عليك، لكن اللي انت تعرفه ان هو بيبقى عنده تاكيبنيا وديزنيا، التاكيبنيا بيتنفس بسرعه لانه مش قادر ياخد نفسه، فبيحاول يعوض بسرعه، وبرضه صعب ديزنيا مش قادر يتنفس، بيتنفس بصعوبه يعني، ريتراكشن اللي هو الانتركوستال ماسل بتنقبض بسرعه. طيب بنعالج الشخص ده ازاي اللي هو اللي عنده اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم؟ اول حاجه بنديله الحل بتاع المشكله، مش المشكله بتاعت البيبي ده ان هو السيرفكتنت عشان يتكون في الخلايا بتاعت الرئه بتاعته كان الكورتيزون، هو اتولد قبل ميعاده فالكورتيزون ما كانش كافي، طيب ما كانش كافي برنا نديه له في الحضانه فنديله كورتيكوكورتيكويد. طيب الكورتيزول هو اللي كان بيحفز السيرفكتنت انه يتكون، طب لو الكورتيزون ما اشتغلش بسرعه وحصل عندي مشكله والبيبي ممكن يموت، خلاص اديله بقى الحل الاكيد اللي هو السيرفكتنت، هو انا عايز ازود السيرفكتنت. طيب بنحاول ان احنا ندي الحاجه اللي بتستحس السيرفكتنت اللي هو كورتيزول، لو ما جابش نتيجه نقوم مدينه سيرفكتنت، وهنتكلم شويه عن السيرفكتنت ريبليسمنت ثيرابي ازاي بدل السيرفكتنت. بعد كده بعمل له اكسجينيشن وبعمل له حاجه اسمها سيباب اللي هو كونتينوس بوزيتيف ايروي بريشر، يعني بحطه اهو وفي جهاز كده بيفضل يديله اكسجين، هو ماسك الاكسجين اللي انت شايفه ده. ما ينفعش بدي له حاجه اسمها فابوثيرم، الفابوثيرم اللي قدامك اهو ده بيبقى برضه جهاز كده بس بيديله بيخليها تتنفس بسرعه، يعني ده بيضغط الاكسجين ويدخله له هنا اللي تحت ده بيديله، بدل انت المفروض تتنفس 20 مره في الدقيقه يخليك تتنفس 100 مره في الدقيقه، بيزود الريت او الريتم بتاع التنفس اللي هو اسمه حاجه اسمها فابوثيرم. يبقى سي باب اللي هو كونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر، او اديله فابوثيرم، او اعمل له اسيستد فنتيليشن هو مش قادر يتنفس اساعده، اعمل له سي بي ار او اساعده بايا كانت الطريقه يعني، في ان انا ازود الافيكاسي او كفاءه التنفس مع كفاءه دوره القلب. ممكن برضه استخدم الهاي فريكوينسي فنتيليشن زي الفابوثيرم وبعض الحاجات السبورتيف نيتريك اوكسيد، يعمل فازو دايلاتيشن عشان الدم يمشي براحته في الجسم، يقدر يزود البلاد فلو لللنج وللانسجه، سبورتيف ثيرابي يعني مثلا عنده انيميا عنده اي حاجه بعالجها، والبيرنت والفاميلي سبورت يعني الكلام اللي هو ايه الحشو في الاخر. المهم ان انا ممكن الاهم خالص ان انا بديله يا اما كورتيكوسترويد يا اما سيرفكتنت، والحاجات اللي بتزود او بتعدل التنفس يعني زي السيباب والفابوثيرم يتنفس كويس يعني. طيب السيرفكتنت ريبليسمنت ثيرابي بيقول لك معلومتين، في معلومتين هنا مهم جدا ان انا اعرفهم او ثلاث معلومات. المعلومه الاولانيه ان هو بيقلل المورتاليتي ل 50%، يعني لو عندنا 10 ما خدوش العلاج ال 10 ممكن يموتوا، لو اديناهم العلاج ممكن 5 منهم يعيشوا، دي حاجه دي نسبه عاليه جدا ونسبه حلوه جدا يعني، علاج يعيش 5 من ضمن 10 حتما كانوا ممكن يموتوا، دي حاجه نسبه عاليه. دي حاجه، الحاجه الاولانيه الدوز اللي احنا ممكن نديها له بندي ايه 50 ل 200 ملي جرام لكل كيلو جرام، يعني مثلا الولد البيبي اتولد 3 كيلو نديله مثلا 50 ملي جرام لكل كيلو، يعني نديله 50 في 3 كيلو يبقى 150 ملي جرام الجرعه اللي احنا بنديها له. هو بيحتاج جرعتين يعني نديله 2 دوز، وممكن في بعض الاحيان لو ما استجابش الاثنين او الاثنين دوز ما ادوش كفاءه عاليه ممكن نديله 4 دوز، وما بين كل واحده والثانيه من 6 ل 12 ساعه. تمام، يبقى نعرف الجرعه دي
نعرف ان هما بيحتاج جرعتين ممكن يوصلوا لاربعه، وان هو بيقلل المورتاليتي لاقل من 50%. تمام، ده كده كان الجزء اللي هو ايه الخاص بالسيرفكتانت والتفاصيل بتاعته. بعد كده الجزء اللي هو هنا بكده الاكسجين ديسوشيشن كيرف والهيموجلوبين، كل ده الكلام ده كله احنا عارفينه بالتفصيل، اللي هو بتاع الاكسجين ديسوشيشن كيرف، الحاجات اللي بتعمله شفت رايت، والحاجات اللي بتعمله شفت تو ليفت، اقراوه بسهوله وسهل وبسيط، ما فيهوش اختلافات عن الفسيوش. تمام، متفقين ان شاء الله. السلام عليكم.